مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. زي ما بتعرف أنا بشتغل كثير على الستريم يارد، كل ما بكتشف خاصية جديدة بحاول أشرح لكم إياها أول بأول عشان يكون عندكم معلومات دائما عن استخدام الستريم يارد. ستريم يارد من أفضل المواقع اللي أنا شفتها في موضوع الستريمينج، خاصة إذا أنت بتشتغل على مالتيبل بلاتفورمز، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، تويتش، جروبز، بيج، تقدر تعمل ستريم عليهم كلهم. طبعا مدفوعة هاي، بس بعطيك الخدمة بطريقة سلسة وجميلة. السرعة عندهم أحيانا فيها مشاكل، ولكن كله بيعتمد برضو على جهازك. هم بيحاولوا يسووا كل الستريم عندهم على الكلاود مش على الجهاز، بس برضو بيعتمد على الجهاز، فالأفضل يكون عندك جهاز كويس وإنترنت كونكشن كويس. بشكل عام هذه الحلقة غير مدفوعة من الستريم يارد ولا من حدا، فإذا بدكم تستخدموا الستريم يارد حياكم الله، أنا بس حاب أفيدكم. إذا مش حابين تستخدموا برضو هذا راجع لكم، في عندهم عدة أوبشنز حتى بتقدر تستخدمه فور فري. في عندهم أوبشن فري بعطيك ليميت لعدد ساعات ممكن تجربه. خلينا نروح نشوف شو الميز اليوم. الميز اليوم اللي هي موضوع الجيف أواي. جيف أواي معناها الستريم يارد، احنا عادة بكون عندنا مثلا حلقة وبدنا نعطي كتاب مجانا، وهذا الكتاب بدك تعمل عليه سحبة. عادة بتدخل على موقع آخر وبتعمل عليه السحبة، وبدك واحد يجمع لك الكلمات أو الجمل ويطلعها. لكن الستريم يارد الآن عم بيسوي هاي الشغلة بخدمة جديدة مجانا، وداخل يعني بتقدر هي تجمع لك الجواب الصح، وبنفس الوقت الحلو فيها انه بتعمل لك السحبه. خلينا نشوف شو بتسوي. انا حاطي مثال اليوم، وحستخدم الفيديو تبع الستريم يارد اللي حكوا فيه عن الموضوع عشان تقدروا تشوفوا كيف بتصير السحبه. خلينا ندخل على الموقع اللي هو تحت streamyard.com/giveaway. انا حبيت لو كانوا حاطينها على الموقع الاستوديو نفسه، لكن للاسف لازم تروح لها، هي جديده اكتشفتها وهي ملهاش يومين نازله. anyway بتروح على هذا الموقع زي ما انتم شايفين، بختار البرودكاست اللي بده يجي مش اللي هلأ موجود، هذا بالمستقبل. مثلا بدنا نستخدم البرودكاست كفر قرع، أوكي، والكلمة أو الجواب الصحيح لازم تحط هاشتاج. لازم الجواب الصحيح يكون مثلا سؤال ما هي عاصمة فلسطين، نكتب القدس. أوكي، اللي بكتب الكلمة هيك القدس خلاص بصير هو داخل اوتوماتيك. حتى لو كررها 10 مرات باخده مره واحده. الحلو فيها انه اللي بجاوبك من الفيسبوك، واللي بجاوبك من التويتر، واللي بجاوبك من الانستغرام، واللي بجاوبك عفوا من اليوتيوب، كلهم بيقدروا يدخلوا بالسحبه هاي. بعدين بتعمل ستارت كولكتنج. اوكي، هلا عاده ما بصير ايرور، مش عارف ليش في ايرور. خلينا نختار مثلا هذا، نحكي كنار نشوف، الله أعلم في الإيرور. المهم اخترنا هيك، هلأ ما في إشي، لكن لما تيجي نهاية الحلقة ويصير عندك ناس فعلا بقول لك كم واحد موجودين، مثلا 5 10، بتطلع هاي بتصير زرقاء غامقة زي هذا اللون، وبتقدر تضغط عليها. هلأ حورجيكو شو بيصير وكيف بتقدروا تضغطوا عليها. خليني أورجيكم أنا، معلش محضر الفيديو بس بدي أعمل له شير. يب، ممتاز. أوب سوري، اللي هو أوكي. زي ما أنتم شايفين صار عندنا هاي الدرو، وفي 3 داخلين في الدرو، بس بضغط عليها وممكن اعرض الشاشه هاي للناس برضو شير سكرين زي ما انتم شفتوها، وبصير عنده ايوه بلف هيك وبدور، وبختار واحد منهم اوتوماتيك راندوم، لا لك دخل في الموضوع ولا لا. بيطلع لك مثلا هون اكسايتمنت، هاي الفايزه مثلا دانا. دانا هي الفايزه، خلص تتواصل مع دانا زي ما انتم شايفين على اليوتيوب، هي كاتبه الكومنت تبعها. وبالتالي يعني هاي الميزه انا بتوقع من الميزات اللي جدا رائعه عملاها ستريم ياردز، وممكن تفيدك كثير اذا انت بتعمل جيف اويز او بتعطي
هدايا في خلال العرض. تذكروا streamyards.com giveaway. إذا أنتم عجبتكم هذه الحلقة اعملوا مشاركة مع أصدقائكم، اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسونا بدعواتكم لأنه هذا أهم إشي بالنسبة لنا، ونراكم في حلقات قادمة. سلام للجميع.